نساعدها حتى تبقى هويتنا العربية بهذه المنطقة باقية إن شاء الله، ولا أحد يتمكن من زعزعتها. فأعتقد أني هنا انتهى الموضوع اللي كنت محضرة لكم، ومثل ما يشير لي الأخ المخرج أنه هناك 5 دقائق بعد موجودة عندي، في ال5 دقائق ممكن أني أرجع فاصل قليل جدا وأرجع لكم نكمل ال5 دقائق الأخرى. مشاهدينا الأعزاء، أعود لخدمتكم ونكمل السالفة اللي كنا نسولف بيها عن شخصيات كانت في تاريخنا وموجودة ومحفوظة عندنا وفي كتب كثيرة. هناك قصة ثانية، قصة ثالثة عفوا، وهي لشخص شجاع، وهذه الشخص الشجاع كان يعيش بمنطقة و تصير عراك ومعركة بينه وبين أبناء عمومته، يقتل واحد من أبناء عمومته بطريقة لا مقصودة، وهي قصة محمد بن صخر. محمد بن صخر بعد مقتل ابن عمه هرب من عمامه والتجأ إلى قبيلة أخرى وعاش هناك بعد 15-20 سنة. كبروا وأولاد المقتول وسولفوا لهم أهلهم بقصة مقتل أبوهم على إيد ابن عمه محمد بن صخر، فتابعوا الأولاد وعمامهم وياهم وراحوا يسيلون العربان ذاك الوقت من منطقة إلى منطقة لين ما وصلوا للصيوان اللي وصفوا لهم وبي كان محمد. محمد كان قاعد ويعزف على ربابة، وهم من سمعوا صوت الربابة وإجوا لهم من ظهر يعني من قفل الصيوان، لان تعرفون الصيوان كان له وجه، واللي يقعد بالصيوان وجهه يصير دائما جد الباب ويشوف ويرى، لكن هم لفوا عليه واجوا من الخلف فسمعوا صوت الربابه، فقالوا قبل عرفوا صوته انه هذا هو محمد بن صخر، قالوا قبل لا ننزل ندخل ونقتله وناخذ بثارنا خل نسمع الربابه مالته شو تقول. فتصنته، وكان محمد بن صخر يقرأ هاي الأبيات من الشعر على الربابة، وهي الأبيات اللي تقول: والله والله ثم والله والعشرة الما بالشهادي، وحق الرسول وحق باني البنية، أني عليلم وما تهنيت بوسادي، ويا علة الجو الضمير خفية، والنفس النفس يا علي عيت عن الزادي، والعين عن طيب المنامة معية، وقلبي طول أيام والدهر ميعادي، وتجمعت يا علي من كل نوية، كان ينتخب علي بن عمه، وتجمعت يا علي من كل نوية، من بعدنا يا راكب فوق فدادي، ويدري ما يدريك ورك المطية، فوقها غلام غلام سهر الليل ما نادي، وحر على غطع الفيافي شبية، ونسائلك ونسائلك عني من الحي والدادي، أي محب، ونسائلك من الحي عني والدادي والدادي، قول له كفاك الشر حالة ردية، ونسائلك من الحي حسادي، قول له قوي الحيل على المعنقية، المعنقية يعني المشنقة، ونسائلك من الحي حسادي، قول له قوي الحيل على المعنقية، نركب على الصفراء من الخيل ملكادي،
نلحق معه وصولة باصرية والفن هلا بسعود والفن بعوادي اللي أولاد عمه هذول أيضا والفن هلا بسعود والفن بعوادي والفن صباح الخير والفن مسية يسعود يسعود يا حر على كف صيادي من ضرب سيفك أي تسل الآدمية بوجودكم نمشي على روس الأشهادي ومن دونكم نقصر من الحيل لي بعد القرايب قصر العمر ما زادي بعد القرايب قصر العمر ما زادي وشوف القرايب جنة طاهرية يا الله لا تميتنا في دار الأجنابي وغير النشامة واقفين علي يا الله لا تميتنا في دار الأجنابي وغير النشامة واقفين علي فسمعوا أولاد عمه بكوا وثم دخلوا وتشابقوا وبكوا معه وتعاتبوا وسامحوا محمد ابن صخر وقالوا هذا الرجل هذا الزلمة الزين قتل حرام إنما الإنسان بكبرة قلبه السماح موجود وكبر قلبه يجي بعد السماح والمعاطفة والاحترام والحنية فإن شاء الله كلكم قلوبكم كبار وكلكم عندكم قلوب سمحة تحية لكم وشكرا على المتابعة وإن شاء الله عدكم أقدر أتواصل وياكم البرنامج هو إمكانياته جدا قليلة إحنا غير مدعومين جهدنا جهد ذاتي وإذا كانت هناك أخطاء فنرجو السماح من كل الأخوة وتحية لكم ومع ألف سلامة وشكرا على المتابعة.